كيف أستغل وقت فراغي في رمضان غير أنه أقرأ قرآن؟ شوفي، أبغى أقول لك بعيدا عن رمضان، أبغى أقول إذا أنتي تقولين والله أنا عندي وقت، هذا الوقت أبغى أطور فيه نية الروحانية، وش الأشياء اللي أسويها؟ وإذا تذكرون تكلمنا عن هذا الموضوع في شهر العظمة، وقلنا أنه كل إنسان عنده أداة أقوى من أداة، كل إنسان عنده خلنا نقول طريق أقرب أو أسهل من طريق آخر. يعني في شخص يعني لما مثلا يعطي، يعني في سيدة مثلا تطبخ أكل وتعطي وتوكل الناس وكذا، خلاص تحس إنها كذا طارت، إنها راحت لمكان آخر، شعرت بشعور مختلف، استطاعت إنها كذا تتصل بهذول وتحس بشعورهم. يعني هذا الطريق اللي هي يعني منسجمة معه. في شخص بالنسبة له إنه هو مثلا يصلي، في شخص إنه هو يتأمل، في شخص إنه هو يصوم، فتختلف الأدوات وتختلف الطرق. المهم إنه أنت تعرف نفسك، تعرف إنه أنا كيف أستغل هذا الوقت أحسن استغلال، كيف الموضوع هذا يشتغل معي بأحسن طريقة. مهم إنك أنت تعرف الأداة اللي أنت تستخدمها. جلسة رسائل الأرواح بتفيدني معرفة احتمالي الأفضل؟ مو شرط، مو شرط، بتساعدك على أنك أنت تعرفين دورك في الحياة، هل هو الاحتمال الأفضل؟ ما نعرف. كورس الضحك والمتعة، واو، أعتقد في شهر تطوير الجسد المشاعري، ولا أخذت الثقة وخلصتها وأخذت الخوف وخلصتها، هل تطبيق كورس الغضب يعيق الروحانية بهذا الشهر؟ لا، ليش يعيقها؟ يعني حسب أنت وش تبغين تحققين في هذا الشهر، بالعكس ممكن يكون الموضوع أسهل، أن يكون أسرع. يعني ماشي يا جماعة، كثير فيه استفتاءات، يبغالنا ندور لكم شيخ يفتي لكم. ولا أحس إنكم تدورون شيخ، تبون لكم شيخ. ماي جاد، كانت مخبية كذا فلوس للروحانية وراحت عليها. أمل حبيبتي تقول التائه تنصحينا برسالة الروح ولا قصة الروح؟ هو ليش تائه؟ قد يكون نداء الروح، بقول نداء الروح، قد يكون تائه لأنه متلخبط في علاقة، بقول عقود الأرواح، قد يكون تائه لأن عنده جوع روحي، بقول الجوع الروحي. هو ليش تائه يعني؟ رسائل الأرواح بس الشيء اللي أنت في الغالب تستفيدي منه رسالة روحك، رسالة روحك هي اللي بتستفيدي منها. قصة الروح لا، يشرح لك جوانب مختلفة عن الروح. فكذا سؤالك محير صراحة، سؤالك محير. هل الشخص الروحاني ممكن يساعد الآخرين ويرشدهم؟ ممكن، ممكن لا، ممكن هو دوره مو إرشاد، قد ما يكون عنده دور إرشادي. الدور الإرشادي مرتبط بأدوات معينة، فالروح اللي بتحمل الإرشاد تحتاج أنها عندها أدوات مناسبة للإرشاد. يعني ممكن شخص روحاني جدا يعني ما يقدم إرشاد، لكن هو يدخل البيت كل البيت يتصلح بدون إرشاد، ما يحتاج إرشاد. هو يعني يدخل الحتة كل شيء يعني يرجع للطريق الصحيح، كل شيء متلخبط يتضبط، كل شيء تعبان يكون صحيح. فمو كل روحاني هو مرشد، مو كل روحاني هو مرشد أو حتى معلم. واللي عنده روح المعلم هو يحمل أدوات تتطلب، عنده أدوات قوة في التعليم، تتطلب أنه هو يكون يعني جيد، يعرف يعلم،
يعرف يعلم. فمو بالضرورة، قد يكون روحاني روح مشافية، قد يكون روح كثير من الفنانين هم روحانيين يمتعون، ما يرشدون لا يرشدون، ما يرشدون، بس هو يعني صار في صبغة للموضوع انه مثلا عندنا رجل الدين هو اللي يرشد فبالتالي هو روحاني اكثر. لا لا، ممكن يكون فنان روحاني اكثر من رجل الدين، او مثلا هذا معلم في الوعي مثلا هو روحاني اكثر. لا مو بالضرورة، قد يكون في شخص روحاني بس هو يقدر يعلم، هو عنده ادوات يقدر يوصل فكرة، يقدر يؤثر، يقدر يغير، يقدر يوضح الموضوع، فعنده أدوات اللي تخليه هو مرشد. بس ممكن يكون شخص روحاني وأبدا هو مو مرشد، مو مرشد ولا يغير شي أحد، ويقول بعدوا عني أنا مالي ومال الناس ومالي ومال الإرشاد ومالي مالي أعلمهم وبلش فيهم وخلوهم. فمو بالضرورة. فاطمة حبيبتي تقول كيف أتعلق بالروحانية؟ أحس مو مغري الموضوع نفس التعلق بالثراء. أي صحيح، هي يعني أو شيء، أنا أحيي فيك يعني هذا الوضوح، ما في أحسن من الشخص يكون هو واضح مع نفسه. شو سوي في الروحانية يعني؟ من وين نصرفها هذه؟ من وين نصرفها يعني؟ شو نسوي فيها بالضبط؟ معلش معلش، قولي لي فلوس، قولي لي يعني ترى واضح الموضوع، روحانية موضوع يعني شو نسوي فيها يعني بالضبط؟ مو مغري، مو مغري صراحة الموضوع. فهو صراحة الموضوع مو كثير مغري، كل ما اتجهت للأجساد المادية مو كثير مغري. ولما الشخص ينظف، خصوصا لما ينظف الجسد المشاعري، يصير الموضوع مغري، يختلف. لما تنظفين الجسد المشاعر وتتحررين من الخوف والغضب والعار واليأس والحزن، كل المشاعر السلبية، يكون الموضوع مغري، مغري جدا، بل مرات هو بنفس قدر أو أعلى من الثراء. يعني يكون الشخص كذا الموضوع الروحاني كثير مغري، كثير يحس أوه ماي جاد، أوه واو، أوه المتعة اللي موجودة فيه، أوه العمق، يا العمق اللي موجود فيه، أوي الإحساس، يا الشعور، أوي التجربة العميقة والشعور المختلف والقصة المختلفة. لما تدخل في الروحانية تحس إنك أنت يعني إنه أنت حياتك دبل 100 مرة. وطبعا قد يكون الثراء فيها شوية عمق، لكن لا يقارن بالروحانية. لكن إدراك أيضا هذا الأمر ما هو هين، ما هو هين، ما هو سهل. تخيل تكلم شخص في مثلا مستوى الشهوة على سلم هاوكس وتقول له تعال روحانية، أي روحانية يا عمي أنت؟ أنت روح، أنت روح، أنت روحانيتك، روح أنت مع نفسك وسوي مديتيشن مع نفسك وتشغلنا بالقصة، لا تشغلنا بالموضوع. فإدراك الموضوع يحتاج لأصلا جسد مشاعري نظيف، فما بالك انه يكون مغري بالقدر الكافي. ولا اذا نظفتي الجسد المشاعري مغري جدا، مغري جدا يعني. واصلا انت لو تتتبعين او تشوفين كثير من الروحانيين ترى ممكن ينزلقون ويروحون، عشان تعرفين شدة الاغراء اللي موجود في الموضوع. يعني يروح الواحد، يروح 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 يعني واو، ينسى كل القصة المادية. فيحتاج الواحد انه هو يتذكر دائما انه اوه واو انا في قصة مادية، خلني احط راسي مادية واوكي، واسمع لنفسي اني انا اروح هنا وهنا. فهي مراحل، هي مراحل، ومع الوقت ممكن انك انت تحسين انها مغرية. ومرات الاشخاص هم مشغولين في قصة مادية، لما تتحقق هذه القصة المادية تجهون للروحانية. ذلك أغلب الأشخاص الأثرياء هم روحانيين، وش يقعدون يسوون؟ وش يقعدون يسوون؟ قاعدين وسط القصر وخدم وحشم وكافيار وما أدري. طب واللي نيكست واليخت يعني هناك والطيارة الخاصة نيكست،
وشو النكست؟ وين يروحون بعدها؟ وين يروحون؟ مريخ ولسه نكست وش اللي بعده؟ روحانية. فأنتي تشوفين الإغراء القريب اللي في السقف القريب، فلما توصلين للسقف هذا واو عندي قصة ثانية. بس في ناس يستطيعون انهم يدركونها بدون ما يحصلون الإغراءات اللي موجودة في المادية، لكن تظل يعني لكل قصة يعني اتجاهها وإغراءاتها ومستواها.